السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالفندق الرمال الذهبية اللي يعرف حياة جديدة بعد ما تم عملية إعادة تجديده وتهيئته وتغليف كل يعني الجدران تاع الفندق الرائع هذا، وإضافة له مسبح كبير. يعني أصبح هذا الفندق من أروع الفنادق، وللعلم أن المنطقة تاع زيرالدا وستاولي إلى حدود تيبازا. على كل حال، كل هذه المناطق سياحية بامتياز، تعد يعني واحدة من أكبر المناطق السياحية في الجزائر وفي شمال إفريقيا، يعني خاصة بعد ما تمت عملية التجديد وإعادة التهيئة وإعادة الاعتبار، ويعني تطوير، يعني إن شاء الله يكون يعني تطوير النمط تاع التسيير هو الأهم. لابد أن نغير من نمط التسيير اللي كان القديم، هذا المعرفة لابد يكون فيه تسيير كما نقولوا حنايا بروفيسيونيل. هذه الفنادق اللي هي تابعة للقطاع العام على أي حال، إن شاء الله يكون فيها خير. والسلام عليكم.